ودير التايم تاعو حنتوشو كيدير الجرعة الأولى، بعد شهر يدير الجرعة الثانية، ولازم يديرو الوقاية. شو ما بين الجرعة الأولى راهو ما عندوش حماية حتى يدير الجرعة الثانية، كيدير الجرعة الثانية هذاك الوقت عنده حماية 100%. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اليوم جيت ندير الفاكسان تاعي تاع الكوفيد. التاخيره هذه شويه تاخرت، الله غالب من الهضره بزاف، من هو يحمو واش مليح مليح واش مليح، اليوم فان دو كونت الرسمي هو لازم التلقيح، احنا درنا التلقيح والعمل على الارض. هذه هي بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار تسريع وتيره التلقيح هذه ضد فيروس كوفيد 19 وتطبيق لتعليمات وزاره الصحه والسكان وكذا وزاره الداخليه، ولايه خنس كباقي ولايات الوطن نظمت الاسبوع ابتداء من تاريخ 4 سبتمبر 2021. في هذا الاطار تم احصاء ازيد من 40 مركز ثابت للتلقيح متوزع على 21 بلدية، أيضا بالإضافة قمنا أيضا بإضافة 24 قاعة علاج وتشكيل 13 فرقة متنقلة، وهذا لإيصال اللقاح لأبعد نقطة في الولاية. احنا بالطبع حصيل نسبة التلقيح يعني في ولاية خنشلة راهي لحقت 22.48%، وهذه تعتبر نسبة ضئيلة للأهداف المرجوة من طرف وزارة الصحة والسكان التي يعني تحت البلوغ إلى 70%. يعني ما زالت العملية بعيدة، ولهذا احنا ماذا بنا من هذا المنبر ندعو كافة المواطنين اللي ما أخذوش اللقاح أنهم يتصلوا بمراكز التلقيح الأقرب من مقر سكنهم لأخذ اللقاح. هذه اللقاحات راهي آمنة إن شاء الله، راه ما فيها حتى خطورة، بالعكس إنما هي راح تعطينا مناعة جماعية، وهكذا إن شاء الله نقدروا نكافحوا هذا الوباء.